من حلب، انه حسيت انه لازم انه لاقي طريقه ارجع اعطي للناس اللي قاعدين بحلب هلا، لانه انا ماني هوني، ما في ارجع انه هلا مع كل شيء اللي عم بيصير هوني. بعثت لنا قصص عنهم، بعثت لنا صور في اولاد رسموا، يعني هي سالتهم انه شو هو الامل تبعكم، شو بشو بتحلموا، بشو القصة تبعيتكم اللي بتعيشوها كل يوم، شو هي؟ بشتغل فيها أغلب الأحيان ببعثه لأهلي بسوريا، مع أنه شيء بسيط بس ببعثه لأهلي.